كل الكرة اللعب إلى الجهة اليسار لصالح المنتخب الإيراني، وصول إلى داخل المنطقة، عرضية ملعوبة، المنتخب العراقي تقريبا في طريقه لتحقيق انتصار عربي آخر، لكن هذه الكرة قد تعصف بأمالة وكرة ملعوبة، جول! جاء التعادل الآن وهدف الرد للمنتخب الإيراني يرد على هدف المنتخب العراقي ويسجل هدف التعادل المنتخب الإيراني في هذه الأثناء. غلام رضاي، إذا لا حاجة لانتظار شوط المباراة الثاني بالنسبة للمنتخب الإيراني الذي يستغل الخطأ الدفاعي ويسجل هدف التعديل مع هذه الأثناء في مرمى محمد قاصد، في قلب مرمى محمد قاصد. شوف الكرة الماضية، إبعاد، يعني كنا نمني النفس أن يمضي المنتخب العراقي بهذه النتيجة، لكن كرة فيها اشتباب التسلل وكرة وصلت إلى هدف. لصالح المنتخب الإيراني هدف التعادل.